بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم رح نكمل إن شاء الله ما بدأنا فيه في المحاضرة الماضية أو اللقاء الماضي، اللي هو نواتج السلوك، اللي هي الوحدة الرابعة من المقرر. تتحدث هي عن نواتج السلوك. تحدثنا في اللقاء الماضي عن قياس وتقييم الإنتاجية، وتحدثنا عن الرضا الوظيفي. اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن ضغوط العمل وعن الإحباط وكذلك التغيير والتطوير التنظيمي. إذن أعيد كمان مرة، إحنا الآن عم نتحدث عن الوحدة الرابعة نواتج السلوك. في اللقاء الماضي تحدثنا عن قياس وتقييم الأداء والإنتاجية، تحدثنا عن الرضا الوظيفي، واليوم رح نتحدث عن ضغوط العمل والإحباط والتغيير والتطوير التنظيمي. أول شيء فيما يخص ضغوط العمل، راح أتناول في هذه الجزئية مفهوم ضغوط العمل، عناصر ضغوط العمل، مصادر ضغوط العمل، آثار ضغوط العمل، استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل، أهمية دراسة ضغوط العمل. رح نبدأ فيهم واحدة واحدة. أول شيء فيما يخص مفهوم ضغوط العمل، ممكن نقول عنها عبارة عن حالة، وهذه الحالة بتنتج عن تفاعل بين الفرد والبيئة، بحيث تضع الفرد العامل أو الموظف أمام مجموعة من المطالب أو العوائق، أو بنفس الوقت قد تعطي هذا الشخص فرص معينة. إذن خلينا نقول عنها عبارة عن عملية تفاعل بين الفرد والمنظمة أو الفرد والبيئة عفوا. وممكن نقول عنها مجموعة من المتغيرات الجسمية والنفسية التي تحدث أو تحدث للفرد أو تحدث للفرد ردود فعل أثناء مواجهته لموقف معين محيط به، قد تمثل له طبعا تهديد. أعيد كمان مرة، حالة من التفاعل قلنا بين الفرد والبيئة، ممكن نقول عنها كذلك مجموعة من المتغيرات الجسمانية والنفسية التي تحدث للفرد ردود فعل، ممكن، وممكن نقول عنها حالة نفسية ناتجة عن التناقض بين مستوى المتطلبات التي تواجه الفرد وقدرته على تحقيقها. يعني زي كيف نقول انه شخص عنده طموح معين او تطلع معين او الوصول لشيء معين، فيصير حتى يصل لهذا الشيء في زي كأنه في تناقض بين ما يرغب أن يصل إليه وبين ما وصل إليه، فيشعر في نوع من الضغوط. هذه التعريفات كلها اللي احنا ذكرناها طبعا هذه كلها تخص ضغوط العمل أو مفهوم ضغوط العمل أو تلخص مفهوم ضغوط العمل. كل هذه التعريفات يمكن أن نستخلص من خلالها إن الباحثين ركزوا على البيئة الخارجية للفرد باعتبارها المصدر الرئيسي للضغوط، وبعض الآخر اعتبرها ناشئة عن صعوبات أو معوقات تقف عقبة أمام الفرد. وممكن طبعا نستخلص من كل هذه التعريف على أنها تأثير الضغوط وخاصة السلبي منها
يتوقف على التفاعل مع المتطلبات أو الظروف المفروضة للشخص. وبعد ممكن نقول على أن كل ضغوط العمل ليست سلبية، مع هذا كله ممكن نقول عنها ليست سلبية، بل أن قد تكون هنالك ضغوط عمل إيجابية، وهذه الضغوط بصراحة ممكن أن تولد أو ممكن أن تخلق للشخص إيجابية معينة يستطيع من خلالها الوصول إلى أهدافه. هذا فيما يخص مفهوم ضغوط العمل. حد عنده أي سؤال يا رقية ويا هدى؟ عناصر ضغوط العمل، هناك 3 عناصر رئيسية لضغوط العمل. هناك 3 عناصر أساسية لضغوط العمل. العنصر الأول ما يسمى بعنصر المثير، ممكن نقول عنه زي أو نشبهه عفوا بالحافز اللي هو يتضمن المثيرات الأولية والناتجة عن مشاعر الضغط، وقد يكون مصدر هذا العنصر البيئة أو المنظمة أو الفرد. إذا هذا أول عنصر من العناصر الرئيسية لضغوط العمل، اللي هو نقول عنه العنصر المثير أو العنصر خلينا نقول اللي هو محفز لإيش؟ لضغوط العمل. وهذا العنصر قد يكون ناتج عن إيش؟ ينتج إما عن منظمة أو عن فرد أو عن أشخاص أو عن بيئة معينة، اللي هم قد يكونوا مصدر لضغوط العمل. هذا أول عنصر. العنصر الثاني عنصر الاستجابة، ويمثل هذا ردة الفعل الفسيولوجية أو النفسية أو السلوكية التي يبديها الفرد، مثل القلق، التوتر، الإحباط، هذه كلها خلينا نقول، وهذه تكون داخلية، تكون هذه داخل عنصر الاستجابة. العنصر الثالث عنصر التفاعل، وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة أو ردة الإجابة، إذا ممكن نقول عنها. إذا هذه 3 عناصر أساسية، العنصر الأول قلنا المثير، العنصر الثاني الاستجابة، والعنصر الثالث اللي هو التفاعل، هذه كلها من ضمن عناصر اللي هي ضغوط العمل. مصادر ضغوط العمل: البيئة الخارجية، هذا أول عنصر، بيئة اجتماعية، اقتصادية، قانونية، كلها العوامل البيئية الخارجية تعتبر مصدر من مصادر الرئيسية لضغوط العمل. الأسرة نفسها، أفراد الأسرة كلهم قد يكونوا هؤلاء مصدر من مصادر ضغوط العمل بسبب تلبية حاجاتهم ورغباتهم أو تطلعاتهم أو طموحهم أو أهداف إلى آخره، اللي حنقول متطلبات الأسرة نفسها. الأحداث الشخصية نفسه، الشخص نفسه، تأثير شخصية الفرد نفسه برضه كشخص، هو نفسه وطبيعته كذا. عدم التوافق بين شخصية الفرد والتنظيم الرسمي، اللي هو التنظيم الرسمي، المهام والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الشخص في العمل، ما في توافق بين شخصيته وتطلعاته مع نفس العمل نفسه، مع المهام والواجب. تلاقي في بعض الاشخاص يقول لك يا اخي والله ما بس ايش اسوي هذا العمل كيف، وانا هو يتذمر كثير، لان اصلا هو شخصيتي، يقول له شخصيتي ما تتناسب مع هذا العمل، ولكنه هذا العمل اللي انا اعمل فيه هو شويه يعمل لي ضغوط ويسبب لي ضغوط. مشاكل الخضوع للسلطه او تلقي الاوامر في بعضهم نتيجه التعامل بين الرئيس والمرؤوس أو الرئيس مع المرؤوسين تسبب ضغوط في العمل. نعم، أن بعض الأشخاص قد يسبب لهم ضغوط في العمل. اختلال العلاقات الشخصية بين العاملين نفسهم أو المرؤوسين نفسهم،
تلاقي في بعض الاشخاص يقول لك يا اخي عندنا طبيعه العاملين او الموظفين اللي انا اعمل معهم طبيعتهم يعني شويه تربك في العمل او تسبب ضغوط في العمل. ممكن؟ نعم ممكن. صعوبه العمل نفسه، الاعمال التي يقوم فيها الشخص تكون في بعض الحالات صعبه ودقيقه او حساسه، وهذه ممكن تسبب الضغوط. نعم ممكن. غموض الدور، في بعض الاشخاص يقول لك طبيعه المهام اللي انا اقوم فيها بصراحه غامضه جدا، ليست واضحه، مش معروفه نتيجتها الى اخره. التنافس على الموارد، قد يكون في تنافس بين الاشخاص في العمل وهذا يسبب لهم ضغوط. اختلال بيئه العمل الماديه اللي هي من الاضاءه والتهويه وغيرها، هذه قد تسبب ضغوط في العمل، ما في إضاءة كويسة، ما في تهوية كويسة، ما في إنارة، ما في تكييف كويس، تسبب ضغوط. نعم، وهذه تؤثر على اللي هنسميها العوامل النفسية أو السيكولوجية بالنسبة للشخص. من الآثار الإيجابية والسلبية، طبعا في آثار إيجابية وفي آثار سلبية لضغوط العمل. خلينا نأخذ أول شيء الآثار الإيجابية. ممكن أن تجعل الفرد يفكر في العمل؟ نعم ممكن تخلي شوية تركيزه وتفكيره في العمل يكون كبير، إذا تجعله يفكر أكثر، تركيز على نتائج العمل أكثر. ممكن تكون المقدرة على التعبير عن الانفعالات والمشاعر، يصير في عنده قدرة في أن يعبر عن انفعالاته ومشاعره، كذلك القدرة إلى أو على العودة إلى الحالة النفسية الطبيعية عند مواجهة تجربة غير سائغة. ممكن في بعض الحالات، طبعا هي مش دائما، انه يصير في عنده قدره على انه يرجع لحالته النفسيه الطبيعيه عند مواجهه اي تجربه، خلينا نقول ساره او خلينا نقول ايجابيه بالنسبه له. طيب هذه كلها اثار ايجابيه بالنسبه لضغوط العمل، وعرفنا مصادرها وعرفنا مفهوم اللي هي ضغوط العمل وتحدثنا عن عناصر ضغوط العمل. طيب ايش الاثار السلبيه لضغوط العمل؟ في اثار سلبيه متعلقه بالفرد وفي اثار سلبيه متعلقه في المنظمه نفسها. اول واحده الاثار السلبيه خلينا نقول التي تعود على الفرد نفسه، منها اثار سلوكيه مثل اضطرابات في الوزن، فقدان الشهية، تلاقي يعني زي تلاقي مرة واحد يقول عليه والله شوية صاير ضعيف ما يأكلش، تحس اضطراب نفسي سلوكي شيء من هذا القبيل، سيكولوجي جسدي، كل هذه من الآثار السلبية التي يمكن أن تؤثر على الفرد نفسه. إذن آثار سلوكية، نفسية، جسدية، تلاقي مرة مكتئب، عنده صداع، صار عنده أمراض، صار عنده فقدان في الوزن إلى آخره، كل هذه من الآثار اللي يمكن أن تؤثر على الفرد العامل. طيب إيش الآثار السلبية على المنظمة نفسها؟ زيادة التكاليف، في كلفة زائدة، مثل تلاقي العاملين يتأخروا عن العمل، الغياب في عن العمل، معدل دوران العمل عالي، عدم الرضا الوظيفي، مستوى انتاجهم للعاملين ينخفض، استياء العاملين من جو العمل وانخفاض الروح المعنوية، ارتفاع معدل الشكاوي، عدم الدقة في اتخاذ القرارات، سوء العلاقات بين العاملين، التسرب ودوران، كل هذا قلنا هذا كلها بالنهاية سببها اللي هو ايش؟ ضغوط العمل. وهذه هي الأشياء بصراحة التي تنعكس على المنظمة، انعكاسها على المنظمة رقم واحد اللي هي الكلفة المالية التي تتحملها أو تتكبدها المنظمة. إذن ملخص الكلام، كلما كان هنالك استقرار وظيفي وشعور الفرد العامل براحة نفسية في العمل،
ما في ضغوط عمل، كلما كانت الإيجابيات أكثر بالنسبة للمنظمة. يعني المنظمة هي بالنهاية التي سوف تحصل على إيجابيات أكثر كلما كان هنالك استقرار وكلما كان مستوى ضغوط العمل منخفض. طيب، إذا عرفنا آثاره لضغوط العمل، ما هي الاستراتيجيات التي تستخدمها المنظمة للتعامل مع ضغوط العمل؟ في عدة استراتيجيات، في استراتيجيات على مستوى الفرد وفي استراتيجيات على مستوى المنظمة. زي ما قلنا في سلبيات على مستوى الفرد وفي سلبيات على مستوى المنظمة، إذا هنا في عندنا استراتيجيات على مستوى الفرد واستراتيجيات على مستوى المنظمة. الاستراتيجيات على مستوى الفرد، التأمل، هذه أول استراتيجية. وموضوع التأمل الذي يعمل على تحقيق حالة من الهدوء والراحة الجسمانية، لابد أن تحاول أن يشعر الفرد بالتأمل أكثر، يحاول يهدئ نفسه، يحاول أن يعطي نفسه راحة جسمانية. هذا التأمل وهذه الراحة الجسمانية والهدوء سوف تخفف عليه من ضغط العمل. كذلك الاسترخاء في العمل يعطي الشخص فرصة كبيرة حتى يقف عند بعض الأنشطة اليومية ويبدأ تحليلها بطريقة خنقول اللي هي سلسة بسيطة، تشعر هذا الفرد كذلك بمستوى منخفض وتخفض عليه اللي هي ضغوط العمل. التركيز على أداء عمل معين له معنى أو نشاط له معنى، يشعر الفرد بمدى أهميته. إذا ركزنا على نشاط معين وهذا النشاط اللي إحنا نركز عليه أو الأداء في نشاط معين سوف يكون له معنى عندنا، سوف ينعكس إيجابا على مستوى العمل. عفوا، التمرينات الرياضية، وهي للأسف إحنا ما نعطيها أهمية كبيرة إلا أنها هذه تعتبر من العناصر المهمة. كذلك معرفة شخصية الأفراد اللي إحنا نتعامل معهم، شخصيتهم كيف نتعامل معهم الأفراد الآخرين. يجب أن يكون هنالك أهداف واضحة ومحددة لعمل كل الأفراد. هذه كلها من ضمن الاستراتيجيات التي يجب على الفرد أن يقوم فيها حتى نخفف أو يخفف من ضغوط إيش؟ العمل. طيب، الاستراتيجيات التي يجب أن تقوم بها المنظمة حتى تخفف أو تخفف من ضغوط العمل، رقم واحد التطبيق الجيد لمبادئ الإدارة والتنظيم. مبادئ الإدارة اللي كنا نعرفها أو عناصر العملية الإدارية، التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، لابد أن تطبق بطريقة صحيحة. تصميم وظائف ذات معنى ومهام ومسؤوليات معقولة، أن تعطي كل شخص مهام ومسؤوليات وسلطات وصلاحيات معقولة. إعادة تصميم الهيكل التنظيمي بحيث نخفض من مستوى الإشراف، ما يكونش كل فرد عامل أو كل مرؤوس أو عفوا كل رئيس أو مشرف عنده 20 أو 30 عامل يشرف عليهم. لا، نخفض عدد الإشراف بحيث نخفض من ضغوط العمل. توزع المهام والمسؤوليات بالتساوي بطريقة تخفف من ضغوط العمل على الجميع. تطوير نظام الاختيار والتعيين، اختيار الأفراد من لديه القدرة على قيام هذا العمل. تحديد الدقيق لمتطلبات الدور بما يمنع أي تداخل أو أي تعارض مع وظائف أخرى بالمنظمة. ترتيب بيئة العمل المادية بالشكل الذي يمكن الأفراد أداء العمل بطريقة
بسيطة وسهلة ويجعلهم أقل عرضة للمخاطر اللي هي البيئة المادية زي ما قلت لكم، الإضاءة والتهوية والديكور وإلى آخره، وأن تكون كل المهام كل الأجهزة والآلات والمعدات مرتبة بطريقة خلينا نقول تشعر الفرد بأنه إيش، بأنه مش جالس في مكان خطر. هذه كلها تخفف من ضغوط العمل، وبنفس الوقت المفروض على أي منظمة تستخدم هذه الاستراتيجية. طيب إيش أهمية دراسة ضغوط العمل؟ حماية متخذ القرار من القرارات الخاطئة، هذا أول شيء. تأكيد على ربحية المنشأة، وهذا قلت لكم يا قبل شوي. أول شيء تعود يعني تخفض من التكاليف، هذا تخفيض هذا سوف يرفع من الربحية. حماية المنفذين أو التنفيذيين من عشوائية اتخاذ القرار أو الزواجية، توفير الظروف المناسبة والجو الصحي المناسب في بيئة العمل، تحدثنا عنه هذا الكلام، هذا كله من أهمية دراسة ضغوط العمل. زيادة الإنتاجية، تنمية مهارات التوافق والتعامل الفعال والسريع مع ضغوط العمل الداخلية والخارجية، رفع الروح المعنوية، تحقيق الرقابة الفعالة والمتابعة الجيدة من خلال مقارنة النتائج مع الأهداف التي تم تحديدها إلى آخره. هذه كلها تعتبر من ضمن أهمية دراسة ضغوط العمل. طيب عرفنا أهميته وعرفنا كل شيء فيما يخص ضغوط العمل. رابعا الإحباط، وهو النقطة الرابعة من نواتج السلوك. رح نتحدث عن مفهوم الإحباط، مصادر الإحباط، السلوك المحفز والسلوك المحبط، نتائج الإحباط، طريق علاج الإحباط. الإحباط إيش هو؟ هو عبارة عن السلوك الناتج عن محاولة الفرد تحقيق لأهداف معينة أو تحقيق أهدافه، ولكنه يفشل في تحقيقها بسبب وجود عائق معين أو شيء يحد من عملية الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف. إذن أعيد وأكرر، الإحباط إيش هو؟ محاولة الشخص أو الفرد أو أي شخص فينا أن يصل لهدف معين لكنه ما يقدر يصل لهذا الهدف بسبب عوائق معينة، قد تشعر هذا الشخص أو تشعرنا نحن بنوع من الإحباط. هذا ما نسمى بالإحباط. ممكن نقول عن الإحباط حالة شعورية عن عدم الارتياح عندما يواجه أي شخص فينا موانع معينة قد تعترضه حوافزه أو تعترضه أشياء معينة. نعم، فإذا يشعر هنا بالإحباط. ممكن نقول عنه شعور بالتوتر نتيجة عدم تحقيق الأهداف، نتيجة فشل ناتج أو بسبب عوامل خارجية أو داخلية من الصعب أن نسيطر عليها. ممكن هذا كله نسميه أو نطلق عليه إيش؟ الإحباط. مصادر الإحباط، حد عنده أي سؤال حد هنا عن مفهوم الإحباط؟ طيب إذن مصادر الإحباط، في عندنا المصادر الأولى وهي تتعلق بمجموعة من العوائق الداخلية، ومجموعة أخرى تتعلق بالعوائق الخارجية. المجموعة الأولى فيما تتعلق في العوائق الداخلية اللي هي داخل الفرد المقصود فيها، ضعف روح المبادرة. بعض الأشخاص لديهم أو تكون عندهم
المبادرة ضعيفة جدا، غير مبادرين، عدم قدرتهم على مواجهة الأمور المعقدة، ما يقدروش يواجهوا بعض الأمور المعقدة ولا يقدروا أصلا يتواجهوا مع هذه الأمور، ما عندهم خبرة في التعامل مع الآخرين، المبالغة في توقعات الفرد، مغالاة الفرد في تقدير إمكانياته، إعاقة ذاتية مثل إعاقة بدنية في نقول عنده في التكلم أو في التحدث، عنده نقص في بعض الحروف، إعاقة معينة، هذه ممكن أن تشعر في الإحباط. إذن كل هذه تخص الفرد نفسه أو عوامل خاصة بالفرد نفسه. المجموعة الثانية عوائق خارجية، منها اللي هي خاصة بالبيئة الخارجية نفسها، عدم إتاحة الفرصة للفرد بإظهار قدرته وإمكانياته، عدم اهتمام المحيطين بالفرد بقدراته، يعني بعض الأشخاص خلينا نقول يمارسوا عليه نوع من الإحباط، يعني بأنه هو لا يستطيع، لا يقدر، لا يعمل، لا كذا إلى آخره، الإقلال من أهميته ممكن نقول عنه، تعارض مفاهيم الجماعة التي ينتمي إليها الفرد مع مفاهيمه وآرائه، انتشار بعض الظواهر المرضية في البيئة مثل الفساد أو المحسوبية وغيره من هذه الأشياء، وهذه ممكن تكون مصدر كبير للإحباط. الحرمان المادي، عدم إشباع الفرد لحاجاته ورغباته المادية بسبب عدم توفر السلع المطلوبة، وبالأخص السلع الأساسية أو الرئيسية، وهذه نشعر فيها كثير عند بعض الأشخاص اللي يجي يقول لك أنا والله جالس أشتغل أعمل 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 وأنا ما أقدر مثلا ألبي مثلا بعض الحاجات الأساسية أو الرئيسية أو كذا أو كذا، أو هذه ممكن هي تكون بالنسبة له مصدر من مصادر الإحباط. طيب إذن كل هذه قلنا عنها مصادر إحباط، مصادر داخلية وخارجية خاصة بالفرد نفسه، ومنها مصادر خارجية. طيب السلوك المحفز والسلوك المحبط. السلوك المحفز يمكن أن نشرح أو أن نوضح هذا السلوك المحفز من خلال محاولة الفرد عن طريق العملية المعرفية الخاصة بإدراك أو بالإدراك وتفهم العالم الخارجي. يعني يمكن أن نقول أنماط السلوك في المنظمات نوعين، أنماط السلوك في المنظمة نوعين، منها سلوك محفز ومنها سلوك محبط. السلوك المحفز اللي هو يحاول فرد أنه إيش يدرك ويتفهم العالم الخارجي، يحدد الفرد أهدافه ويريد أنه إيش يوصل لهذه الأهداف، هذا بالنسبة للسلوك محفز. يقوم الفرد بتحديد الطرق والوسائل اللازمة لتحقيق الهدف، هذا برضو سلوك محفز. يصل الفرد أو تصل الفرد معلومات مرتدة تساعده في عملية تقييم مدى نجاحه، برضو هذا سلوك محفز. يتعلم الفرد باتباع نفس الطرق أو باتباع نفس الطرق والوسائل التي أدت إلى، نعم هذا سلوك محفز. في حالة فشل الفرد في تحقيق الهدف فإنه يقوم ببعض الأنشطة التي ممكن أن يصل من خلالها إلى النجاح، هذا كله عنده سلوك، لما نقول هذا عنده سلوك إيش محفز. طيب السلوك المحفظ المحبط، هذا السلوك الناتج عن محاولات الفرد تحقيق أهداف معينة أو إشباع حاجات معينة ولكنه لا يقدر أو يفشل في الوصول إليها أو يوصل إلى تحقيقها بسبب وجود عائق أو بسبب الجمود، جمود في العمل وتكرار الفشل، سلوك عادم، وذلك نتيجة لما يصيب الفرد من خيبة أمل في بعض الحالات، الإجبار حيث تنعدم بالبدائل السلوكية ويختار من بينها البديل الفرد أو من بينها الفرد يختار من بين كل هذه، فيجبر على أنه يختار هذا الشيء، وهذا الشيء اللي يختاره يعتبر بالنسبة له سلوك محبط، انعدام التعلم،
تنعدم الخبرة لدى الفرد ناتجة عن محاولة مع العديد من البدائل، فيصير عنده انعدام في التعلم أو خلينا نقول خبرته بتصير محبطة إلى آخره. هذا كله نعتبره سلوك محبط. طيب نتائج الإحباط شو يصير هناك في نتائج الإحباط؟ من هذه النتائج اللي هي العدوانية، بيصير شخص عدواني، بيصير عنده عملية التبرير، دائما يظل يبرر مواقفه لأنه هو محبط. الانسحاب أو الانطواء، تلاقيه دائما انطوائي. يحاول كذلك التعويض وتحويل الهدف، يحاول يخرج عن مسار الهدف الأساسي أو الرئيسي. الانحدار، ينحدر أو خلينا نقول تلاقيه دائما يروح بالاتجاه اللي هو السلبي. هذه كلها تعتبر من ضمن نتائج الإحباط، وهذه بصراحة يعني نقول عنه إنه الإحباط دائما ناتج عن عدم قدرة الفرد في إشباع حاجة، وعدم قدرة الفرد في إنه يشبع هذه الحاجة أو يصل إلى رغباته أو تطلعاته أو أهدافه، بالنهاية حتصبح عنده الأشياء اللي احنا ذكرناها اللي هي العدوانية والتبرير أو الانطواء والانسحاب والتعويض وتحويل، يعني تحول عن مسار الهدف، ينحدر، كل هذه الأشياء. طيب عرفنا نتائج الإحباط، طب شو طرق علاج الإحباط؟ ما هي الطرق التي على المنظمة أن تقوم بها حتى تقلل أو حتى تعالج الإحباط؟ أول شيء يجب على المنظمة وضع أهداف واقعية يمكن أو ممكنة التطبيق، ما تحط أهداف خيالية لا يمكن تطبيقها أو لا يمكن الوصول إليها. التأكد من الأهداف المرسومة تقع ضمن مهارات وقدرات الأفراد، يجب أن تكون الأهداف ضمن مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإمكانياتهم. اختيار وتعيين الأفراد من لديهم ثقة عالية بأنفسهم، تحاول تستقطب العاملين اللي عندهم دائما ثقة بأنفسهم وعندهم خبرات وقدرات. إعداد المناخ الملائم المشجع من خلال إقامة علاقات اجتماعية وكذلك توفير بيئة مناسبة. طيب هذا كل ما يخص الإحباط وضغوط العمل. النقطة الأخرى التغيير والتطوير التنظيمي، راح أتحدث عن مفهوم التغيير والتطوير التنظيمي، خصائص إدارة التغيير والتطوير التنظيمي، أسباب التغيير والتطوير التنظيمي، أهداف التغيير والتطوير التنظيمي، خطوات التغيير والتطوير التنظيمي، الأسباب الرئيسة لمقاومة التغيير والتطوير التنظيمي، مزايا مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي، استراتيجيات المنظمات في التعامل مع مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي، عوامل نجاح برنامج التغيير والتطوير التنظيمي. راح نتناولهم واحدة واحدة، من هذه هي الموضوعات التي تتعلق بالتغيير والتطوير التنظيمي. مفهوم التغيير والتطوير التنظيمي عبارة عن تغيير موجه مقصود أو هادف وواعي تسعى من خلال المنظمة لتحقيق التكيف مع البيئة الداخلية أو الخارجية. ممكن نقول عن التغيير التنظيمي تحول من الوضع أو تحول من وضع معين عما كان عليه من قبل، وقد يكون هذا التحول في الشكل أو النوعية أو الحالة، يعني نتحول من إلى، ولكن هنا التحول يكون إيش؟ إيجابي. كذلك ممكن نقول عن التغيير التنظيمي، نعرفه على أنه الجهد بعيد المدى لتحسين قدرة المنظمة على حل مشاكلها وتجديد عملياتها، زي نقول من خلال إدارة فعالة، إدارة متعاونة. ممكن نقول عنها مجموعة من الأنشطة المخططة على مستوى التنظيم ككل والتي تشرف عليه الإدارة العليا لزيادة الكفاءة التنظيمية من خلال التدخل المخطط
في العمليات التنظيمية باستخدام العلوم إيش؟ السلوكية. هذا تعريف اللي هو التغيير التنظيمي أو التغيير والتطوير التنظيمي. طيب إيش خصائص عملية التغيير والتطوير التنظيمي؟ أول واحدة الاستهدافية في هدف، يعني تعني أن التغيير والتطوير متجه نحو غاية معينة ونحو أهداف محددة، إذن استهدافية، هذه من خصائصها. واقعية، دائما مرتبطة بإمكانيات وقدرات وموارد المنظمة أو ظروفها، أو خلينا نقول إمكانياتها الداخلية ضمن عواملها الداخلية للمنظمة. التوافقية، إيش يعني التوافقية؟ لابد وجود من نوع من التوافق بين عملية التغيير والتطوير وبين حاجات وتطلعات القوى نفسها. الفاعلية، إيش الفاعلية؟ هي القدرة على التحرك بحرية مناسبة والتأثير على الآخرين. المشاركة، وتعني التفاعل الإيجابي بين المتأثرين بالتغيير والتطوير، أن يكون في تفاعل إيجابي. الشرعية القانونية والأخلاقية، عملية التغيير والتطوير لابد أن تكون قائمة على الجوانب الشرعية والقانونية. الإصلاح، وتعني تعديل ما هو قائم من عيوب، لا هي هذه من خصائصها عملية الإصلاح. الرشد، وتعني هنا من خصائصها اللي هي التوافق بين الكلفة والعائد. القدرة على التطوير والابتكار، وتعني القدرة هنا أي أن الذي تم التخطيط له يمكن أن ننفذه، ما تم التخطيط يمكن أن ننفذ، هذه من خصائصها. القدرة على التكيف مع الأحداث أو مع الظروف. إذن لما نقول تغيير تنظيم أو تغيير وتطوير تنظيمي، لابد يكون في استهدافية، لابد أن يكون في واقعية، توافقية، فاعلية، مشاركة، شرعية قانونية، الإصلاح، الرشد، القدرة على عملية التطوير والابتكار، القدرة على التكيف، هذه كلها من خصائص إدارة التغيير والتطوير التنظيمي. ما هي أسباب التغيير والتطوير التنظيمي؟ أول شيء الحفاظ على الحيوية والفاعلية حتى تحافظ المنظمة على حيويتها وتفاعليتها في السوق، لابد أن يكون عندها تغيير تطوير. تنمية قدرتها على الابتكار، إثارة الرغبة في التطوير والتحسين والارتقاء، التوافق مع تغيرات الحياة، زيادة مستوى الأداء، هذه كلها هي أسباب أساسية رئيسية تدفع في المنظمة على عملية التغيير والتطوير حتى تغير وتطور. من أهدافها عملية التغيير زيادة قدرة المنظمة على التعامل والتكيف مع البيئة المحيطة، قدرة المنظمة على التعاون مع مختلف مجالات أو المجموعات، يساعد الأفراد على تشخيص مشاكلهم وتحفيزهم، هذه من أهداف التغيير والتطوير، يشجع العاملين على تحقيق الأهداف التنظيمية، يكشف عن أي صراع أو أي خلاف، بناء جو من الثقة والانفتاح بين الأفراد العاملين، هذا من أهداف عملية التغيير والتطوير. كذلك يمكن المدراء من اتباع أسلوب الإدارة بالأهداف بدلا من الإدارة التقليدية، يجب أن يكون في أهداف معينة، مساعدة المنظمة على حل كل المشاكل التي تواجهها من خلال طبعا تزويدها بالمعلومات والعمليات التي تستطيع من خلالها الوصول إلى أهدافها. طيب إيش هي خطوات عملية التغيير والتطوير؟ تشخص وضعها الحالي حتى تتعرف على وضعها الحالي وإمكانياتها وقدراتها. إحنا لابد أن نعرف أنفسنا في البداية ونعرف إمكانياتنا وطاقاتنا حتى نعرف ما هو الشيء الذي يجب أن نغير أن نعدل عليه. إذن أول شيء نشخص الوضع الحالي، نحدد المشاكل الحقيقية التي نعاني منها نحن كمنظمة،
نضع برامج أو نضع خطط للبرامج التغيير، نضع استراتيجية أو نختار الاستراتيجية المناسبة للتغيير، تنفيذ التغيير، المتابعة والتقييم، كل هذه من الخطوات التي يجب على المنظمة أن تتبعها حتى تصل إلى التغيير والتطوير التنظيمي السليم. من الأسباب الرئيسية التي تدفع بالمقاومة لعملية التغيير والتطوير، هناك في مجموعة من الأسباب التي خنقول تعيق عملية التغيير والتطوير. أول شيء الارتياح للمألوف والخوف من المجهول. بعض العاملين وبعض المنظمات يقول لك أنا خليني زي ما أنا، بديش أروح لأطور أو أغير لأنه بالنسبة لي هنا النتائج مجهولة. العادات والروتين، تعودنا كذا، احنا طول عمرنا ونعمل بهذه الطريقة، هذه تعتبر من أسباب مقاومة التغيير. سوء إدراك المميزات أو السلبيات، ما يعرفوا إيش سلبياتها وإيجابيات هذا العمل أو هذا الهدف. المصالح المكتسبة والخوف من إيش فقدانها. في بعض الأشخاص عندهم خنقول اللي هي إيش، عندهم مصالح معينة من هذا العمل اللي هم يقوموا فيه. يخافوا انه اذا غيروا يعني مصالحهم هذه تقل. الانتماءات الخارجية والخوف منها او الخوف عفوا عليها من الضرر. يعني واحد تلاقيه عنده مصلحة معينة مع اي جهة معينة، يبغى يعمل بهذه الطريقة حتى تبقى علاقته جيدة مع الجهات الاخرى او المصالح الاخرى الشخصية، هذه كذلك تعيق عملية التغيير والتطوير. مناخ عدم الثقة بين العاملين وبين الرؤساء في العمل. سوء فهم مبررات التغيير، الحاجة إلى التعليم والتدريب إلى آخره، كل هذه تعتبر من أسباب مقاومة التغيير. طيب إيش مزايا المقاومة التغيير والتطوير؟ إجبار إدارة المنظمة على توضيح الأهداف، هذا مما يجبر المنظمة أنها تغير وتوضح أهدافها. إنها تكشف بصراحة عدم فاعلية نظام الاتصال وعدم توفر النقل الجيد للمعلومات، التحليل الدقيق للنتائج المحتملة المباشرة وغير مباشرة، تكشف النقاب عن نقاط الضعف وكيفية عملية علاجها، هذه كلها تعتبر من مزايا المقاومة للتغيير والتطوير التنظيمي. طيب ما هي الاستراتيجيات التعامل مع مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي؟ التعليم والاتصال، هذه نقطة أساسية، المشاركة والاندماج، التسهيل والدعم، التفاوض والاتفاق، اختيار مجموعة من الأعضاء ووضعهم في أماكن مهمة، الإكراه الظاهرة وغير الظاهر، هذه كلها تعتبر من إيش؟ من الاستراتيجيات حتى تتعامل المنظمة مع الأشخاص أو الجهات التي تقاوم أو ترفض عملية التغيير والتطوير التنظيمي. طيب ما هي عوامل نجاح عملية التغيير والتطوير التنظيمي؟ الدعم والتأييد، القادة والإداريين للجهود هذه، توفير المناخ المناسب، وجود خبراء أو وكلاء تغيير يمتلكون مهارات فكرية، إشراك الأفراد والجماعات الذين سيتأثرون بالتغيير، شرح وتوضيح دوافع الأسباب اللي هي أسباب التغيير، عدم إخفاء دور المنظمات غير الرسمية لما لها من تأثير على سلوك الأفراد، معرفة مصادر التغيير والتشخيص وحل المشاكل التنظيمية بأسلوب علمي، تشخيص عوامل مقاومة التغيير، توفير الموارد البشرية والمادية، كل هذه من العوامل الأساسية الرئيسية حتى يقع هنالك أو حتى نجد هنالك برنامج تغيير وتطوير تنظيمي ناجح. لا بد أن نأخذ كل العوامل اللي أنا ذكرتها هذه بعين الاعتبار. حد عنده أي سؤال أي استفسار في لقائنا اليوم أو عن الموضوعات التي تحدثنا عنها اليوم؟
عفوا عدد الأسئلة ما تحس حسب الساعات. انت ساعتين المفروض يكون 25. تقول لنا نركز على ايش؟ النقاط كثيرة جدا وتلخبط. ما انا بصراحة ما عنديش هذه الطريقة انه ركز على كل الاشياء اللي انا تحدثت فيها. كل المواضيع. معلش. انا هحاول ان شاء الله باللقاء القادم نذكر اللي هي النقاط بشكل سريع، هيك الفصول، نمر على الفصول بشكل سريع ان شاء الله. نخلي وقت معنا اللقاء القادم ولو اخر ربع ساعة او ثلث ساعة ان شاء الله. لا دكتور، ما بيها 40 سؤال، ما هوش انا اللي احدد العمادة نفسها، هذا ما هوش في يدي، مش انا اللي احدد عدد الاسئلة 10 او 20 او 30 او 40. اللي تحدد العمادة. انا حسب ما المعلومة اللي عندي هو 25 سؤال، كل مرة 40 يعطوكم. ما عرفش. تواصلوا معهم. انا اللي اعرف انه انتوا ساعتين، مش ساعتين هو المقرر عندكم؟ المقرر ساعتين 25، مقرر ثلاث ساعات 40. مش هذه التعليمات؟ هي انتوا اعلم بالتعليمات هذه. ماشي. تأكدوا من ال من ال إن شاء الله سهلة إن شاء الله. تأكدوا من عندكم. السلام عليكم ورحمة الله.